الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. جيد إن الإنسان يكون له اهتمامات اجتماعية طيبة أو عادات حلوة في حياته، زي النظافة، زي النظام، زي حاجات كويسة مفيدة. ولكن عندما يختلف طبعه عن اللي حواليه، يعني اللي حواليه مش متمسكين بالنظافة أو النظام أو أي عادة صحية أو أي عادة كويسة زي ما هو متمسك، يا ترى نظرته إليهم بيتضايق منهم ولا هما بيتضايقوا من تدقيقه الزيادة؟ ويا ترى يعمل معاهم إيه؟ ومين اللي غلطان؟ هو اللي غلطان ولا هما اللي غلطانين؟ تعالوا نشوف القصة بتاعتنا. حصلت في أحد الأديرة المسماة باسم أمنا السيدة العذراء مريم. انضم راهب جديد للدير. الراهب ده كان بيعمل طبيب، انضم ودخل في الرهبنة كطالب رهبنة ثم راهب، وكان متمسك بجهاده وكل ما تعلمه من صلوات وأصوام وممارسات روحية اتمسك بيها، وكان ملتزم بشكل حلو ترضي كل المسؤولين عنه. ولكن كان في شيء ما غريب شوية. ايه؟ ان هو متمسك ومهتم قوي بالنظافة، ولانه طبيب عارف خطورة الميكروبات فكان مدقق بزيادة في النظافة بتاعته، يعني يهتم بكل حاجته انها تكون نظيفة. لما يجي ياكل ياخد باله من الطبق، من المعلقة، من كل حاجة، يهتم قوي بالنظافة في كل ملبسه وفي كل أموره، لدرجة بقت باينة انها زيادة قدام اخواته، والحقيقة بدأ يحسوا ان هم مش مبسوطين. هو متعالي علينا ليه؟ والحقيقة الراجل ما تعالاش، ولكن تدقيقه الزائد كان مختلف عنهم، كان هو بس نظيف وهم اللي مسخين، كان هو المتميز وهم مهبلين. هو الراجل مش قصده، بس ده الشعور اللي وصل لكل اخواته الرهبه. بعض الاباء الشيوخ الكبار القدام في الدير قالوا له: فلان النظافه كويسه، ولكن برضو خلي بالك، يعني بلاش تبقى مغالي في الموضوع ده، اهتمامك الزائد ده يعني لا، قلل شوية، اهتم بالنظافة بشكل معقول. لكن كده اخواتك معثرين وحاسين ان انت يعني كأنك من بيئة اخرى غيرهم، وانت متعالي عنهم، والحق التواضع اهم من اي حاجة تاني، فخلي بالك من الموضوع ده. قال لهم: حاضر حاضر، ولكن الحقيقة ما قدرش يغير طبعه، متعود على كده بقاله سنين كده، فكان برضه مازال يهتم بكل حاجة مرتبطة بالنظافة. في يوم من الأيام كان في الصوم، وكان قاعدين على المايدة هياكلوا كلهم الرهبان. هو قعد وكعادته قعد يبص في الطبق ويفحص فيه ويقلبه ويوضب الشوكة ولا السكينة عشان يبقى يعني حاجة نظيفة وكويسة. وبعدين غرف
زي ما اخواته كلهم غلفوا في الاطباق وصلوا. هو صلى يعني بسرعه لانه تدقيقه كان فين، المعلقه ايه والطبق ايه، فيعني كان صلاه بدون تركيز. ولكن بعد كده غلف وهم غلف وكل حاجه، وبداوا ياكلوا ويفاجئ بمنظر عجيب عجيب جدا. رؤيه شافها بعينيه وهو قاعد بص، لقى عارفين مين؟ اميه العذراء ظهرت ومعاها معلقه ذهب طويله قوي، ولقاها بتمد ايدها في الطبق بتاع كل واحد من الرهبان وتاكله ببقه، تمد ايدها في الطبق وتاكله ببقه. راهب مشي بقى الرهبان واحد واحد، ففرحان قوي، ايه ده؟ اميه العذراء بنفسها جايه تاكلنا، ايه البركه دي؟ وبعدين بقى مستني دوره. فعدت عدت عدت لغايه ما وصلت له، قال خلاص بقى هتمد ايدها في طبقي وتاكلني. بص لها عدت وسابته ودخلت على اللي بعديه وادت له من الطبق واكلته، واللي بعده قال لها يا امي انت سبتيني ليه؟ قالت له ما انت واخد بالك من نفسك، انت مش محتاج، انت مدقق واخد بالك من طبقك واكلك، فخلاص انت مش محتاج، لكن دول غلابه لازم اهتم بيهم وبصحتهم، فانا عشان كده باكلهم. قال لها بس انا اتحرمت. قالت له لا انت واخد بالك وكفايه عليك ان انت واخد بالك من نفسك. واختفت اميه العذراء. طبعا فاق لنفسه، قال يا ده انا فعلا مزودها، انا مش بس اهتمام بالنظافه ازيد مما ينبغي، لدرجه ما العذراء واخده بالها اهو، الشيوخ خدوا بالهم، الرهبان خدوا بالهم وقالوا لي قلل شويه بلاش الاهتمام الزائد ده، وقال انا فاكر نفسي انا اللي صح وهم الغلطانين. طب والعذراء بقى هقول لها ايه؟ لما هي خدت بالها واتحرمت من بركتها، عدت في الرؤية دي عشان تقول أنا مهتمية بالكل، أما أنت مالكش بركة اديها لك. ففاق لنفسه وقال سامحني يا رب وسامحيني يا عذراء، لا أنا فعلا هقلل اهتمامي ده، هتكل على ربنا اللي بيحافظ عليا أساسا، مش النظافة، لا ده ربنا اللي واخد باله مني، وأنا خلاص مش هأعطي لحد وأهتم بالكل، وإذا كان في اهتمام عندي بالنظافة يكون في حدود معقولة عشان ما تعبش حد من اللي حواليا. اعتمد على الله الذي يحفظك في كل حين، وحينئذ لا يضطرب قلبك من أي ظروف محيطة بك أو تغيرات تتم من حولك، فتستطيع أن تحيا في كل ظروف أو في أي مكان في سلام مع الله. الإنسان كونه يكتسب أي عادة مفيدة كويس، أي حاجة تنفعني كويس أستفيد منها، ولكن بحدود إن أنا لا أعثر حد. إذا كان حاجة هعملها هتعثر غيري يبقى طبعا لا، خلاص أتنزل عنه. أنا لا يهمني شيء إلا ملكوت السماوات، وأنا هتعلم وأعرف وأعيش في الدنيا، بس هدفي الكبير اللي شددني هو ملكوت السماوات. فإذا كنت أتعطل عن الملكوت بأي شيء آخر يبقى أنا مش عايزه، حتى كنت متعود عليه بقالي سنين وسنين، لا ربنا أهم. وبدأ يراجع بقى الإنسان نفسه فينا عشان يعيش حياة طبيعية، حياة اللي بيشدني فيها أكتر هو علاقتي بربنا وارتباطي بالسماء. لكن العادات المكتسبة من البيئة أو تعودتها بأي شكل دي نمرة اتنين بعد ربنا، وبكده أنا هبتدي أخد بالي من الناس اللي حوالي، أحس بالناس اللي حوالي، أنا ليه عايش
مقفول على نفسي أشوف مزاجي وما تعودته فوق كل حاجة. طب والإحساس بالآخرين اللي ممكن يتعبوا أو يعثروا، همش هقول النهاردة بقى، مش هقول من بعد كده هم يتغيروا، لا أنا هتغير حتى لا أعثر أحد وأعطله عن الملكوت، يتشكك في نفسه أو يدني أو يقع في أي خطأ، لا 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 لا، أنا خلاص نفوسهم كلهم أهم عندي من أي حاجة، وبكده أنا هبتدي أعيش، هعيش بجد، هعيش لربنا، هعيش للملكوت، وههتم بخلاص نفسي وخلاص كل الناس اللي حواليا. الإحساس بالآخرين شيء مهم جدا، هو ده اللي يخليك فعلا بتقرب من ربنا، لأن رب المجد يسوع المسيح قال لنا كده، قال لنا إنه اهتمامكم بالآخرين ده اهتمام بي أنا، ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. إذن أنا عايز أحس باللي حواليا وريح الناس واهتم بعدم إعثار أحد. ده المسيح بنفسه قال إنه الويل لمن يعثر أحد، ده خير له أن يعلق في عنقه حجر الراحة ويغرق في لجة البحر. لا، أنا عايز أهتم بكل النفوس اللي حواليا، عايز أهتم بمشاعر وراحة كل إنسان عشان ينطلق في طريقه مع ربنا ويتمتع بيه. أنا عايز أتمتع بالمعلقة الذهب، بنعمة ربنا يعني اللي بيعطيها لأولاده، دي نعمة خاصة أنا محتاج لها في حياتي عشان تسندني وتساعدني، أحس إن ربنا جنبي على طول. ياريت كتدريب لينا ناخده من دلوقتي في الأسبوع ده، إن إحنا نحاول نحس باللي حوالينا. اسأل نفسك اللي حواليك دول حاسين بإيه ومحتاجين لإيه، راعي مشاعر اللي حواليك بكل ما تستطيع. المجموعة القليلة المحيطة بك في البيت أو الأصدقاء المقربين، إزاي تهتم بيهم عشان تريحهم، عشان يقدروا يقربوا ويتمتعوا بربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك، هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول، فائق العقول.